لمزيد من التفاصيل كذلك معنا من ميناء جدة مراسلنا عبد الله الغامدي. أهلا بك عبد الله معنا في نشرة النهار، وبداية ما عدد الحاويات التي تدخل ميناء جدة الإسلامي، وكيف يقوم الميناء بالتعامل مع هذه الحاويات والتأكد من عدم وجود أي ممنوعات داخلها؟ في البداية الله يمسيك بالخير حسن ويمسي مشاهدي الإخبارية. نتواجد نحن الآن طبعا، ودي زميلنا المصور ينقل لنا الصورة، في منطقة المعاينة. هذه المنطقة التي يتم من خلالها إفراغ الحاويات ليتم الكشف عليها عن طريق الوسائل الحيوية. كما نلاحظ وينقلنا زميلنا المصور، هناك مجموعة من الكلاب المدربة يتم تمريرها على الحاويات بعد إفراغها للتأكد من سلامتها. ما نود أن نقوله هو أن عدد الحبوب التي تم ضبطها خلال النصف الأول من العام 2020 بلغ أكثر من 88 مليون حبة من خلال ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى هذه الضبطية البالغة أكثر من 8,700,000 حبة. هناك إجراءات متعددة، هناك أشعة يتم من خلالها الكشف على الحاويات، ويتم أيضا إفراغ الحاويات للتأكد منها ومتابعتها. جميع الإجراءات التي تتم هنا تتم على مختلف البضائع التي تصل إلى ميناء جدة الإسلامي. هناك أكثر من 13.7 مليون حاوية وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي خلال العام الماضي، وهذا العدد الكبير من هذه الحاويات يحتاج إلى قدرات وكفاءات سعودية مدربة متواجدة على مدار الساعة للكشف والتأكد من سلامة المواد التي تدخل إلى ميناء جدة الإسلامي لكي تصل إلى المواطن. أيضا هذه رسالة لكل من يحاول أن يعمل على إدخال أو إيصال أي مواد ممنوعة إلى داخل المملكة، بأن هناك جنود عاملون من أبناء هذا الوطن يعملون على مكافحة هذه الآفة والقضاء عليها، وهم رجال الجمارك بالتعاون مع مكافحة المخدرات. نعم حسن. طيب كيف يتم التعامل مع الشاحنات أو الحاويات التي يتم ضبط بعض الممنوعات فيها عبد الله؟ الحقيقة هذه الحاويات التي يتم من خلالها الاشتباه في وجود أي مواد ممنوعة يتم نقلها إلى منطقة محددة، وهي منطقة المعاينة، ليتم بحضور جهات أخرى تشارك منها جهات مكافحة المخدرات مع رجال الجمارك لإفراغ هذه الحاويات، وبعد فحصها أيضا يعاد فحصها من خلال الأشعة، يتم فحصها بالوسائل وهي الكلاب المدربة. إضافة أيضا هناك جانب آخر، وهو فطنة رجال الجمارك الذين يعملون في هذا القطاع، وهم يقومون بالتأكد من سلامة هذه الإجراءات التي تتم خلال وقت وجيز أيضا، وهي فترة محددة يتم تحديدها لوجود هذه الحاويات وإفراغها، مع الحفاظ على سلامة هذه الحاويات وسلامة ما يوجد بداخلها، لأن الأمن جانب رئيسي هام يشارك في هذه العملية، وهي عملية المعاينة والتفريغ. نعم. شكرا جزيلا لك مراسلنا من ميناء جدة عبد الله الغامدي.